يلتحق بنا من لبنان الكاتب الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية يوسف دياب. أهلا بك أستاذ يوسف. أبدأ معك أستاذ يوسف من حديث سعد الحريري، حيث جدد استعداده لتقديم استقالته إذا لم يقبل حزب الله في لبنان تغيير الوضع الراهن ولم يغير من مواقفه الحالية. سؤالي هنا أستاذ يوسف، يعني ماذا نستنتج من حديث الحريري أو ماذا نفسر؟ أولا هذا يثبت أن يعني استقالة الحريري كانت منذ البداية هي استقالة جدية. البعض شكك في صحتها، والبعض قال أنها أتت تحت ضغوط سعودية وهي أعلنها من المملكة العربية السعودية. اليوم سعد الحريري يعيد تأكيد نفس الثوابت التي تحدث عنها في بيان الاستقالة التي تلاه من الرياض. إذا لم يغير حزب الله، يعني الأسباب الموجبة لاستقالة سعد الحريري لا تزال قائمة حتى الآن. الوعود التي تلقاها اليوم سعد الحريري هي وعود كبيرة بحسب معلوماتنا التي حصلنا عليها. طبعا هو يعني تلقى من رئيس الجمهورية تعهدات بأن حزب الله لين موقفه وقرر أن يتعاون مع الأطراف اللبنانية بما خص تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، أن يحد دوره الإقليمي يعني ودور سلاحي الذي يفتك في الساحات العربية، أن يتوقف عن مهاجمة الدول العربية الشقيقة، أن يثبت بأن لبنان أو الدستور اللبناني هو إطاره الطائف، اتفاق الطائف الذي كرس التسوية الوطنية في لبنان منذ العام 1989. نعم. لذلك كل هذه الثوابت يعني يفترض أن يترجمها اليوم حزب الله على أرض الواقع. الحريري قالها اليوم بالفم الملآن، إذا لم يلتزم حزب الله فعلا لا قولا فقط بما تعهد به، وإذا كان تعهده حبرا على ورق، فإن الاستقالة ستكون على طاولة رئيس الجمهورية في غضون أسبوع على أبعد تقدير. طيب برأيك أستاذ يوسف وبكل صراحة، هل حزب الله سيلتزم بالحياد في الصراعات الإقليمية وأيضا بالنفس والتمسك باتفاق الطائف واحترام العلاقات اللبنانية العربية برأيك؟ يعني التجارب لا توحي بهذا الشيء. يعني طيب، كل التجارب التي جربها اللبنانيون مع حزب الله بدءا من طاولة الحوار في العام 2006 عندما قال للبنانيين اطمئنوا وأنتم أمام صيف واعد، ذهب إلى خطف جنود إسرائيليين يعني وزج لبنان في حرب مدمرة مع إسرائيل. في المفاوضات التي رعاها الرئيس ميشيل سليمان في القصر الجمهوري، وصلنا إلى بيان بعبدة الشهير الذي يحيد لبنان عن الأزمات في المنطقة. قال حزب الله إن هذا البيان الذي وقع عليه وأيده قال إنه لا يساوي الحبر الذي كتب به. اليوم إذا لم يكن، لنكن واضحين أخي العزيز، نعم، إذا لم تكن هناك إرادة إيرانية بتغيير نهج حزب الله، حزب الله لن يغير نهجه حتى لو وقف العالم كله ضده. المسألة مفهومة. حزب الله لديه أجندة عقائدية متصلة بالحرس الثوري الإيراني وبولاية الفقيه. إذا لم يكن هناك طلبا حقيقيا من الولي الفقيه لحزب الله أن يلقي سلاحه وأن ينسحب من الساحات العربية، أن يعود إلى حضن الدولة اللبنانية، سيبقى رهينة هذا القرار. على كل حال، ما قاله الجعفري منذ أيام بأن يعني مسألة سلاح حزب الله هي خارج البحث وخارج المفاوضات يضحك كل ما نقوله. حزب الله اليوم هو رهن القرار الإيراني. إن لم يتغير القرار الإيراني لن يستطيع حزب الله أن يتقدم قيد أنملة بما خص الحل في لبنان. ممكن أن يبيع مواقف، ممكن أن يعطيك تصريحات، ممكن أن يعطيك تعهدات، ولكن هو هل يلتزم؟ أنا أشك في ذلك رغم كل الأجواء التفاؤلية التي خلصت إليها المشاورات اليوم. نعم، كان معنا من لبنان الكاتب الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية يوسف دياب. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف.